دكتور محفوظ. دكتور محفوظ، انت النهارده مسعر بيزد على ان الدولار يساوي 31، صح كده؟ طب ليه بعض البنوك دلوقتي بتطالب فرق من الشركات عشان تاخد المواد الخام اللي موجوده في المينا ويجبروا كمان على سعر؟ فهنا ازاي يعني هو مجبر على سعر وفي فرق في ما بين الجنيه الدولار يساوي 31 والنهارده البنوك بتطالب الشركات بالفرق؟ طب الراجل يعمل ايه؟ الشركه تعمل ايه؟ شوف حضرتك، نرجع بقى، ده قرار مهم جدا صدر في 2012. تمام. قرار 94 في عهد الدكتور فؤاد النووي وزير الصحه في الفتره دي. كان في احد البنود الرئيسيه فيه ان سعر الصرف لو اتغير بنسبه 15% فمن حق الشركه تقدم طلب للاداره المختصه، اداره التسعير في هيئه الدول المصريه او في وزاره الصحه كان ساعتها، طبعا دلوقتي هيئه الدول المصريه، انها تقدم طلب زياده الاسعار. تمام. طبعا النقطه اللي توصلها حضرتك، اولا نطمن الناس برضو حاجه مهمه جدا، ان معظم المواد الخام افرج عنها والشركات تحملت الفرق في التكلفه حضرتك بتقول عليه. بمعنى ايه؟ حضرتك لو كنت مقدم على خامه بتجيبها سعر خامه 31 جنيه بالظبط بالدولار، فالخامه دي انت كنت مقدم المستند او طلب الاعتماد او طلب التوفير ده النهارده، فحضرتك كنت مقدمه ساعتها كان 31 جنيه، حصل بقى التعويم فبي 48 جنيه. فطبعا البنك ملوش علاقه بالقصه، البنك خد الفرق بتاعه طبيعي، ده طبيعي. طيب البنك ملوش علاقه بالقصه. الفرق ده مين اللي تحمله؟ ما هو دلوقتي الشركه هي اللي تتحمل التكلفه دي. هيعوضها ازاي؟ ما هيعوضها ازاي؟ ان نعمل بقى الحته اللي بنقول عليها بقى المعادله الصعبه. ها. ان انا احقق ان جزء من الربح بتاعي كشركه استمر في الصناعه واستمر في توفير الادويه باسعار مناسبه للجمهور المصري. وبرضه اقول لحضرتك احنا ما زلنا ارخص دواء في العالم، حتى بعد الزيادات اللي هتحصل وحصلت احنا ما زلنا ارخص دواء في العالم. لان احنا عندنا قواعد منظمه للتسعيره وبيراعى فيها البعد الاجتماعي المواطن رقم واحد. وفي ناس من وزاره التضامن الاجتماعي بتبقى موجوده جوه لجنه التسعيره عشان خاطر البعد الاجتماعي، وفي ناس من اداره التكاليف في كليه التجاره وكليه الصيدله وكليه الطب، وحين بعض النقابات تبقى موجوده عشان خاطر نشوف التكلفه الفعليه للدواء، والناس الموجوده جوه تبقى شاطره جدا تشوف التكلفه الفعليه للدواء وياخد الزياده اللي يستحقها. القصه كلها بدات ازاي يا دكتور شادي؟ نرجع للدكتور، طبعا كان الكلام ده كان فاكره كويس جدا، ان من سنوات طويله جدا كان التسعير بيتم بشيء من العشوائيه، وده حصل كان من سنوات طويله جدا في 2005 و2004. كان اول ما قبل ما تدخل لجنه تسعير كان في حاجه لازم تدخل اسمها لجنه فنيه. اللجنه الفنيه عشان تدخلها كنت ممكن تاخد سنتين ثلاثه، ممكن تقدم ملف عشان اخش لجنه فنيه عشان لجنه ويتوافق على المستحضر. كان ده في النظام القديم. فاللي بيحصل ايه بقى؟ بعد ما تدخل تاخد موافقه اللجنه الفنيه، خطاب اللجنه الفنيه تطلع بيها على التسعيره. اللي خد الاول وخد الاول رقم مات. ياخد اعلى تسعيره، ده يكون المريض مات. غير كده، ان تلقى مثلا ده عمل الفروق الكبيره والتشات الكبيره، تلقى واحد واخد 100 جنيه في تسعيره وواحد جاي بعده واخد 10 جنيه. ها. وانت ممكن كمريض او طبيب تعتقد ان الفرق، ان السعر ده في فرق في الكفاءه خالص. اه طبعا. ده خد رقم الاول، ده ما خدش رقم. بس يا حاجه حاجه بتيجي الصبح في بنك وتاخد رقم فبتتاخر عشان جيت متاخر وكده، وواحد تاني بياخد ممكن انت تحط مبلغ. هي القصه كده. فحاولنا بقى نعمل معالجه لهذه التشوهات. فاول تعويم حصل لو تفتكر في 2016. تمام. كان سبقه زياده في الاسعار في مايو 2016، وكان طلع بيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، قرار 32. تمام. تمام. وكان اقصى زياده في العبوه 6 جنيه. بعدها على طول حصل تعويم في شهر 11 2016، فبرضه حصل نفس الازمه يا دكتور علي، وبرضه زياده الاسعار والشركات برضه حصل مشكله كبيره، وصدر قرار وزير الصحه الراحل انا ذاك الدكتور احمد عماد، وزود الاسعار بنسبه حسب عاملها شرايح تحت ال 50 جنيه ومن 50 ل 100 وفوق ال 100 جنيه. انا هاخد من عندك دي بس معينة. انا هسال دكتور علي، انتوا طلبتوا زياده في اسعار بعض الادويه؟ اه طب ما طالبين. هيئه الدواء عملت فتحت للشركات باب